حسبنا الله ونعم الوكيل. آثار قذيفة الهاون على منازل المدنيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأضرار ولله الحمد أضرار مادية فقط ولله الحمد. قذائف الهاون على مدينة حرستا. حسبنا الله ونعم الوكيل. 6/10/2012 في مثل هذا اليوم من عام 73 ادعوا أنهم يقصفون إسرائيل، واليوم يقصفوننا ويقصفون مدن سوريا الصامدة. حسبنا الله ونعم الوكيل.